في نقطة مهمة، أغلب الناس اللي بتهاجر أو اللي بتقيم في دولة أجنبية لفترة طويلة بينسوها أو بيكونوا مش واخدين بالهم منها، خصوصا الناس اللي هي مسافرة لأول مرة. أنت لما تكون متواجد في بلد أجنبي وأجرت شقة مثلا ومقيم فيها، لازم إن أنت تبلغ أقرب قسم بوليس ليك بعنوانك، إن هتقدم لهم بس صورة من الباسبور وصورة من التأشيرة بتاعتك، وهتقول لهم والله أنا ساكن في العنوان الفلاني. طبعا دي حاجة ملهاش علاقة بنوع الإقامة اللي معاك، أنت مجرد إن أنت مقيم في البلد، ودي حاجة برضو ملهاش علاقة بأندونيسيا، دي حاجة عامة في جميع الدول. إن لو واحد مقيم في فندق، أنت لما بتروح الفندق وبتقدم لهم صورة الباسبور، الفندق بيكون ملزم إن هو يبلغ اسم الشرطة بإنه في النزيل الفلاني من الدولة الفلانية مقيم عندنا في الفندق. وكذلك الحال بالنسبة لو انت قعدت في شقة مفروشة، صاحب الشقة المفروشة برضو ملزم ان هو يبلغ ان في اجنبي مقيم عنده. انما في حالة بقى ان انت اجرت بيت او ان انت قاعد فترة طويلة، سواء 3 شهور او 6 شهور او ايا ما كانت الفترة اللي انت هتقعدها، الافضل، وخصوصا بقى لو ان انت ناوي ان انت تعمل اقامة وتقعد في البلد، الافضل ان انت اللي تتوجه بنفسك لاقرب قسم شرطة، وان انت تبلغهم تقول لهم ان انا مقيم في العنوان ده. وبرضه لو في نقطة جيش أو نقطة عسكرية جنبيك، ممكن إن أنت تروح وتقدم لهم برضه صورة من الأوراق. طبعا هي مش فرض إن أنت تعملها، ولكن من أجل إثبات حسن النية مش أكتر، إن أنت تروح تبلغهم. هما كده كده بيكونوا عارفين، يعني أنت مجرد إن أنت دخلت من الجوازات بيتم التبليغ. إنما جوه البلد بقى، أنت قاعد في حي إيه أو قاعد في الشارع إيه أو نقلت مثلا بيتك لبيت تاني، مش هتخسر حاجة. يعني انت لو رحت وقدمت لهم الورق وقلت لهم ان انا ساكن في المنطقة الفلانية، لان هم لو عرفوا ان انت قاعد وما جيتش قلت لنا طب انت ليه ما جيتش، طب انت ليه ما جبتش الصور، ممكن ان انت تكون تحط نفسك في موضع شبهة مش اكتر. يعني الموضوع مش قانون او ان في غرامة او ان انت لازم غصب عنك ان انت تروح تقدم، انما هي فكرة بس اثبات حسن نية زي ما انا قلت. حتى عندنا في مصر لو في اجنبي وانت هتيجي تستضيفه، لازم ان انت بتروح بتبلغ وبتعرفهم ان انا في اجنبي من الجنسيه الفلانيه مقيم عندي، لان انت لو ما جيتش احتمال كبير ان هم اللي يجوا لك. يعني انت لو ما رحت لهمش وقلت لهم، احتمال ان تلاقي حد مثلا من المخابرات او حد من الامن ايا ما كانت رتبته، ان هو اللي يجي لك بس هيقعد معاك ياخد صوره يثبت بس ان هو جه. فهي اجراءات روتينيه مش هتخسرك حاجه سواء في اندونيسيا او في غير اندونيسيا. لما تكون متواجد في بلد اجنبي، من الافضل ان انت، خصوصا ان انت هتقعد فترة طويلة مع الناس دول، فيعني بين ان انت عندك حسن نية او ان انت اخلاقك كويسة، انت اللي من نفسك اللي تروح، ما تستناهمش لما هم اللي يجوا لك. وطبعا بالنسبة لاندونيسيا، في ورقة بيكون اسمها دوميسيلي، الورقة دي هي اثبات اقامة. كل منطقة في اندونيسيا بيكون ليها موظف زي حاجة زي شبه الشيخ الحارة كده، بيكون هو مسؤول عن المنطقة. طالما ان انت ساكن في المنطقة بتاعته، فانت بتروح له برضو بتقدم له صورة من الاوراق، وهو بيقوم مقدم لك ورقة بتثبت بس ان فلان الفلاني ساكن في العنوان ده. ده اثبات اقامة قد هتحتاجه لو ان انت مثلا هتقعد في اندونيسيا فترة طويلة، فهتحتاج الورقة دي لازم برضو ان انت تطلعها. ودي برضو لما تطلع للشرطة او للجيش تقدم لهم اوراقك، فهتحتاج ورقة الدوميسيلي اللي معاك دي. زي ما قلت لكم، الموضوع يعني ما يخدش، انت ما تتخدش ان انت هتروح قسم البوليس او هتروح الجيش، انت بس هتبلغهم والله انا نقلت في البيت الفلاني في العنوان الفلاني ومقيم هنا. هو هياخد منك الورق ويقول لك اهلا بيك في اندونيسيا وشكرا. يعني الموضوع سهل وبسيط. دي بس كانت معلومة للتذكير مش اكتر، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بيها. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة تشترك، ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.